على الكومنتس تابعوا لكم كمان بالنسبه للمواعيد. سليم عم بيقول على موعد ساعد بجبان، يعني ابدا انضباط على الاخر. نور عم بتقول او عم بيقول قبل الموعد. سنة عجبني الكومنت تبعها، انا بتاخر على المواعيد بس ما بحب حدا يتاخر علي او ينطرني. بخصوص الانانيه ما فهمت. حنين عم تقول على الموعد وبنقهر وبعصب من اللي بتاخروا لانه هيدا اسمه استهتار. داليا عم تقول انا بوصل على الموعد او قبل هيك، ما بحب حدا يتاخر وما بحب التاخير. وعلى فكره اليوم عيد ميلادي، عبال المية يا داليا، اكيد ان شاء الله بينعاد عليك بالصحه والعافيه. نديم عم بيقول بجرب دائما يكون بانكتشوال او على الموعد كمان. وزبيده عم تقول دائما قبل الموعد، ما بتحب ابدا يلي بيتاخروا او اللي ما بيوفوا بوعدهم. ورغدة عم تقول انا بوصل على الموعد او قبل شوي من الموعد. وافنان عم بيقول على حسب الموعد ووقته واهميته عندي كمان. حسب المواعيد. راح نتابع هلا محطتنا التاليه واللي هي اكيد عن ابرز الافلام الموجوده حاليا بصالات السينما. اخترت لكم البعض منا بالسينما. This is big. You haven't dated just one guy in a long time. You cleared the whole roster. I cleared the bench. جديد بالصليط الفيلم الكوميدي The Other Woman مع كاميرون دياز، ليزلي مان وكيت أبتن. بعد ما تكتشف انه صديقة متزوج بتتفق مع زوجته للانتقام منه بالتعاون مع عشيقة تانية لإله، مع دون جونسون ومشاركة للمغنية نيكي ميناج. If we find any more mistresses, I'm gonna have to send her to rehab. المخرج الكبير محمد خان اللي أعطانا فيلمي أيام السادات وزوجة رجل مهم، عنده فيلم جديد فتاة المصنع مع ياسمين الريس، هاني عادل وسلوى الخطاب، عن الاختلاف الطبقي والصراع الموجود بيناتهم وعدم تقبل تحرر المرأة وقت اللي بتوقع عيام فتاة المصنع الآتية من مجتمع فقير بغرام المشرف على العمل بالمصنع. الارتباط سترايكس باك، هذا هو موضوع مايا، لأنه الجزء الثاني اليوم من موضوع الارتباط ببيت بيوت مع مايا. من أجواء السينما ما هيك؟ بونجور مايا. بونجور غيدا. خايفة أنا من بعد الحلقة كتير أشخاص تنهوا علاقاتهم. يا لطيف. لأنه اليوم رح نحكي كيف بدنا إذا مش مقتنعين بالشخص الثاني كيف بدنا نسهل إنه ناخذ القرار بإنهاء العلاقة. يعني اليوم كارثة إذا بعد الحلقة بصير في إنهاء للعلاقات، بس بتعرفي هي العلاقة إذا كان فيها. أنت عم تحكي قبل الارتباط، الخوف من الارتباط. مزبوط مزبوط. يعني في خوف طبيعي كتير يلي هو خوف من المسؤولية، خوف من الارتباط اللي بنشوفه عند كل الناس قبل الارتباط، بس في خوف من اشياء ثانيه اوقات ببين ببعض العلاقات. يعني خوف بيجي معه قلق، بتجي معه خلافات كثير قويه، بكي، يعني اشياء رح نحكي عنها اليوم ما بنعتبرها طبيعيه بالعلاقه وبنعتبرها انه هي بمثابه خطر، انه ينتبه الواحد انه ممكن تكون هالعلاقه مش ظابطه له، ممكن فعلا يكون مفروض انه هو ينهي العلاقه. يعني بنعرف انه العلاقه وقتها نحن بناخذ قرار ننهيها قبل الارتباط الرسمي وخاصه قبل انجاب الاولاد والى اخره، صارت الامور اسهل على الشخص من انه ياخذها يكون ارتبط رسميا. رح نحكي بحلقه ثانيه عن انهاء العلاقه من بعد الارتباط الرسمي، بس كثير مؤشرات مثل ما عم اقول بدنا ننتبه لها خلال العلاقه. هلا خلينا اول شيء نميز غيدا، يعني قلنا في خوف، فاذا هو خوف طبيعي من الارتباط، يعني خوف من تغيير العادات، خوف من المسؤوليه بحد ذاتها، لانه نحن بنعرف انه كل شخص بعد مش مرتبط رسميا بالزواج هو شخص بعد فيه يكون اناني نوعا ما، يعني فيه يكون اناني بمعنى انه بظهراته، بروحاته، بمجياته، بكل شيء ما في مسؤوليه بتحتم عليه انه انا ما بقدر اعمل الاشياء اللي انا بحبها او بحب اعملها لانه في مسؤوليات مطلوبه مني. أكيد بعد الارتباط في كتير مسؤوليات، يصير يعني في شراكة، لأنه أكيد هلا الجهوزية للمسؤولية كتير مهمة، حتى لو الشخص راشد وجاهز للمسؤولية بده يصير في خوف من الارتباط. بس أي متى بيصيروا الكونفليكتس أو الصراعات أو المواجهات بدنا ننتبه لهم، يعني بدنا نقول إنه مطلوب مني أرجع أحط نقطة استفهام أنا على هيدي العلاقة. أول نقطة بدي أحكي عنها هي نقطة الخلافات المستمرة. يعني وقتها بيكون في كابل أو ثنائي
بيصير يمرق من بعد تقريبا فترة يمكن بتتراوح بين 8 شهور سنة، هي فترة اكتشاف الآخر، بيصير يمرق بخلافات متكررة. يعني بيقولوا لنا الأشخاص إنه نحن مش عم يمرق أسبوع ما نتشارع مع بعض أو ما نتخانق مع بعض، وبتصير التعبير عن الخلاف بيصير بتحس مثل عم يعلى بطريقة هرمية أو عم يعلى بطريقة تصاعدية، بمعنى أنه التعبير عن الخلاف بأول كم مرة ممكن يكون يمكن من خلال هيك فورة صغيرة مثل ما بنقول، هبة صغيرة، رفع هيك بيرتفع شوي ليفل الصوت، بتصير تشوفي بعدين درجة تصاعدية، يعني بتشوفي حدة النزاعات 100%، يعني بتشوفي عم بيصير في صريخ، بتشوفي بعدين بمرحلة ثالثة ممكن يصير عم بيكون في نوع من العنف الجسدي اللي هو مش ضروري يكون ضرب مبرح، العنف الجسدي اللي هو ممكن يكون دفشة، ممكن يكون بعض الخلافات يلي كتير بخبرونا أوقات عنهم الكابلز، إنه مثلا كتير تخانقوا بالسيارة، بتبقى عم بتخبرنا الفتاة إنه فتح لي الباب وطلب مني أنزل من السيارة، بتصير تشوفي عم تتصاعد. هيدا التصاعد ما فينا نغض نظر عنه، يعني منكون كتير عم نضحك على حالنا لما نحن منقول انه هلا عم بيصير هيدا التصاعد لانه نحن بعد ما ارتبطنا، لانه بعد ما صرنا بنفس البيت. هيدي حجه انا بعتبرها للاقناع، يعني حجه عم نقنع حالنا فيها، وخاصه خاصه خاصه غيدا لما نحن منكون بلشنا نشوف مؤشرات فعلا لعنف جسدي عند الاخر. وبرجع بقول العنف الجسدي، هلا اعطيت انا مثل بيصير وبيصير مع كثير من الصبايا، انه لما بيحتد الخلاف بالسياره بتتفاجئ بسلوك معين عند الشاب، هذا نوع من العنف. العنف مش ضروري يكون ضرب، مش ضروري انه البنت يكون عم يضربها الشخص اللي هي مرتبطه فيه تنحكي عن عنف. فلما نحن يعني اول نقطه بدنا ننتبه لها، لما الخلافات بتصير اول شيء عم بتصير بفريكونسي، يعني ما بقى في فعلا ايام حره بدون خلافات تذكر، يعني بتشوفي انه كل اسبوع ممكن يكون عم بيصير في خلاف، لما مثل ما قلت التعبير عن الخلاف بتحسي انه شوي شوي مثل ما بقى في ممنوعات بالتعبير عن الخلاف. وما حكينا كمان عن امور ثانيه، انه احدى طرق التعبير عن المواجهات والخلافات بين اثنين لما بيصير حتى قبل الزواج بدهم يتطرقوا لمواضيع الاهل، يعني بيصير هو بده يتناول بحديثه أهل البنت بشكل مش مظبوط وهي نفس الشيء. أكيد هون في نقطة استفهام كتير كبيرة على العلاقة، هي على التواصل والتفاهم بين هالشخصين، أنه أنتوا شخصين بعد ما ارتبطتوا، يعني النقاط أو الأمور يلي مطلوب منكم تتواصلوا حولها بعد قليلة بالنسبة للأمور اللي رح تنطلب منكم بالزواج. بالزواج رح ينطلب منكم بيتكم، كبرت الدائرة، لأنه كبرت الدائرة. فإذا هيدي الأمور الصغيرة بالوقت الحاضر أنتم ما عم تنجحوا أنه تتواصلوا فيها وما عم تنجحوا أنه تفهموا عليها، بتكون تسألوا حالكم سؤال مهم، أنه هل أنتم قادرين من بعد ما ترتبطوا تتفهموا على أمور أهم من هيك بكتير؟ هيدي أهم نقطة بدهم ينتبهوا لها. والأجوبة يعني بس نوصل للأجوبة، إذا نحن مقتنعين بالأجوبة والأجوبة سلبية ما بده يكون عندنا خوف من إنهاء العلاقة، مش هيك كنت عم قلك بأول حلقة يمكن كثير ناس بدهم ينهوا علاقاتهم، لأنه نحن هدفنا نفرجيهم إنه لما بيكون في خطر خطر جدي عم بهدد هيدي العلاقة، مش إنه امرق من حده وغمض عيوني ما أقشعه، لا خليني أقشعه وخليني آخذ مبادرة قبل ما آخذ مبادرة يمكن بوقت شوي يكون صار شوي مأخر. هلا نقطة ثانية، أنا وقتها بختار شخص تأرتبط فيه، إن كنت فتاة بنت وإن كنت شاب، وقتها عم بختار طرف تاني أرتبط فيه، يعني هيدا الطرف التاني بالبداية لحتى أنا بلش علاقة معه بيعني إنه أنا معجبة بهيدا الطرف التاني، معجبة مش بس بالشكل، معجب أو معجبة بالطرف التاني حسب إن كانوا بنت أو شاب، بيعني إنه أنا بحب أسمع هالشخص التاني عم يحكي، بحب أصغيله، بحب بجلسة كل الأشخاص يصغوله كمان، يعني هو عم يحكي أو عم يتصرف وأنا مبسوطة أو مبسوط بكلامه، مبسوط بتصرفاته، ما عندي انتقادات جازمة وانتقادات قاسية عليه. يعني كتير بتشوفي أوقات حالات، نحن أوقات كتير بنشوف حالات عياديا غيدة بيجوا بيسألونا أنه كيف بدي غير الشخص التاني، أنه مبارح كنا عم نتعشى كنا سهرانين، صرت اقول يا الله ان شاء الله يسكت بقى، او يا الله ان شاء الله تسكت بقى، كيف تحكي هيك قدام الناس، كيف بيعمل هيك، كيف كذا.
كمان وقت منوصل لهيدا الليفل، وقت منوصل لهيدا المستوى من الانتقاد اللي بطل انتقاد بيمرق، يعني في انتقادات بتمرق انه اوقات بنعطي ملاحظه للشريك المستقبلي انه بتعرف انت ما كان مفروض تقول هيك، مفروض بتمرق. بس لما نحن فعلا بنكون ما عندنا مثل شعور بالفخر بجلستنا مع الطرف الثاني، وبنفس الوقت في مثل نوع من الاحراج، نوع من الاحراج انه شو عم يعمل وعم يحرجني ومش مفروض يتصرف هيك او مش مفروض يحكي هيك، كمان هيدي نقطة بدنا ننتبه لها كثير، لأنه هيدي السيتياسيون أو هالظرف اللي أنا هلا قلته كمان بدك تضربيه بثلاثة وبأربعة وبأكثر من بعد الزواج، لأنه من بعد الارتباط صاروا كل يعني كل شيء صار بيجمع هالشخصين هولي، وصارت كمان الآراء بالولاد تجمعهم بمدارس الولاد بعلاقات الولاد، فإذا بدنا نعرف إن نحن نقيم، هل نحن ملاقيين نقاط مهمة بنلتقي فيها؟ بدنا نعرف نعمل تابلو بكل بساطة ونقول إنه هالنقاط اللي نحن بنلتقي فيها مفروض تكون أكثر بكثير من النقاط اللي نحن ما بنلتقي فيها. هون مثلا إذا بدنا نحكي شوي عن المواضيع الخفيفة، أوقات كثير بيقولوا إنه هو بحب يحضر سيني، أنا ما بحب أحضر سيني، هو بحب يسهر بمطارح صاخبة، أنا ما بحب. هلا هيدي أمور بتمرق، هيدي أمور بتمرق وقتها بيصير في يعني تنازلات عند الطرفين، إنه أنا كمان بنبسط بالشخص الثاني بالأشياء اللي الشخص الثاني بحبها، ولو إنه منا هي البريفيري عندي إنه المفضلة عندي، بس أنا بنبسط فيها وهو بيقدر ينبسط معي بأشياء، هيدي كلها بتمرق. بس نحن مثل ما عم نحكي اليوم عن مواضيع لها أهمية أكثر من هيك، عن مواضيع أعمق من هيك نحن بدنا ننتبه لها أكيد. هلا في كمان نقطة كثير مهمة بدنا ننتبه لها، هي قديش كل طرف عم يحترم الحصرية بالعلاقة. يعني نحن وقت بنعمل علاقة مع شخص ثاني بيعني انه هيدي العلاقة حصرية، بتجمعنا لنا اول شيء، في خط احمر عليها، في امور معينة بتخص قراراتنا، بتخص حياتنا العاطفية، حياتنا العملية، زواجنا، بيتنا، ارتباطنا، هيدي حصرية لنا. وبالتالي اذا اي شخص من الطرفين مش عم يحترم هيدي الحصرية، يعني عم يعتبر انه ممكن الغير يتدخل، عم يعتبر انه الاولوية مش لرأي الشريك، انه بيسمع رأي الشريك بس حاطط رأي الشريك بنفس الدرجة وبنفس المكانة مع اراء تانية، يمكن مع اراء الام، البي، الصديق، الصديقة. هون كمان موضوع بدنا ننتبه كثير له، لانه كل طرف بالعلاقه وخاصه الامراه بالعلاقه هي دائما عندها هيدا البحث المستمر انه تكون هي رايها له الاولويه، وبالتالي الامراه بطبيعتها كثير بتحترم هيدا الخط الاحمر اللي ما بدها حدا انه يتجاوزه. فلما التجاوزات بتصير كمان كثيره قبل الزواج وما بنقدر نتفاهم بشكل كثير واضح انه نحط حد لها، كمان بدنا ننتبه لها. اخر نقطه بعد عنا بس نص دقيقه، نقطه الاحترام، هي بدها حلقه لوحده. نقطه الاحترام انه كمان لما نحن بنقول انه هلا لانه في ضغط علينا، لانه عم نعمل بيتنا، لانه بعدنا خاطبين، لانه يمكن قلنا ست سنين خاطبين، بعدين ما رح يعود فيها قله الاحترام، كمان هيدا جمله عم نتخبى وراها. يعني الضغط النفسي منه ابدا وضغط الحياه منه سبب لفقدان الاحترام بين الطرفين. بليز اذا ما في هول الاسباب انه ما تروحوا تتركوا بعضكم هلا، يعني انه واضحين نحن الاسباب بتكون مهمه، يعني هلا عرفتي مش انه عم نخرب العلاقات هلا. اكيد والموضوع بتابع الاسبوع الجاي ان شاء الله، كمان الاسبوع الجاي خلال الحمل شو المشاكل اللي بتصير بين المراه والرجل بسبب الحمل. اوكي، حلو كثير. فاذا الموضوع مختلف رح يكون الاسبوع المقبل ببيت بيوت، ونحن بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله كمان بولادي بالدنمارك. شكرا لك. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات ورشة مرح مع الشيف شادي وميشيل أيضا، وأيضا ضيفتنا لليوم باستوديو، خليكن معنا.